السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سلسلة شوات ريحانة كمال. اليوم إن شاء الله نقدم لكم كيك بالجزر والشوكولا. أول شيء باش تفعلوا عملية الاشتراك في القناة كتضغطوا على كلمة اشتراك، غادي يظهر لكم جرس بالقرب من كلمة مشترك، كتضغطوا على هذاك الجرس غيبان لكم خانة أخرى فيها إرسال جميع الإشعارات، كتضغطوا عليها وكتعملوا حفظ باش كتوصلوا بكل جديد. هذا هو الكيك اللي كتشاهدوا، كيجي رائع جدا. كنت منزلة من المدونة ديالي سنة 2013 وكانت ليه تطبيقات كثيرة وفعلا يستحق تجربة. هو كيك بالجزر والشوكولا كما كتلاحظوا. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، كنحتاجو الأربع حبات ديال البيض، ضفت لهم رشة من الملح، كنوضعهم في الخلاط الكهربائي. كنحتاجو الكأس من سكر سنيدة، القياس بكأس الشاي. عندنا كأس من الجزر خيزو مقشر ومحكوك رقيق ومعصر مزيان من الماء، كنأكد كتعصروه من الماء حتى كينشف. كنحتاجو الكأس ديال الزيت يعني نفس القياس، وعلبة ديال الياغورت شوكولا اللي هو دانيت، اللي العلبة كتوزن 80 غرام. ممكن تستعملوا العلبة اللي كتوزن 90 غرام، لكم الاختيار. كنحتاجو القليل من القرقع اللي هو الجوز اختياري، ممكن ما تستعملوهش، هنايا لكم حرية الاختيار. كنحتاجو جوج اكياس من خميرة الحلويات، الكيس الواحد يزن 7 غرام بمعنى 14 غرام. عندنا ايضا 2 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو ما يعادل 14 غرام، او كتاخذوا اللي كيكون بودره. وكنحتاجوا للطحين بطبيعه الحال، كنضيف السكر والزيت على البيض ورشه ديال الملح، غادي نخفق المكونات. عاد غادي نضيف لهم الياغورت شوكولا ونخفق الكل جيدا. كنفرغ الخليط اللي حصلت عليه، كما كتلاحظوا اللون راجع للياغورت شوكولا. كنضيفوا كاس من الجزر ما يعادل لنا جوج حبات من الجزر من الحجم الكبير، كيتقشر وكيتحك في الحكاكة اللي هي المبشرة من الجهة الرقيقة، وكيتعصر من الماء جيدا، كنأكد تعصره من الماء. نضيفو البودرة ديال الكاكاو، من الأفضل نغربلوها باش نزولو هذوك الكريات. كنخلطو هاد المكونات جيدا، الكاكاو مع الخليط الأول. كنضيفو الطحين، بالنسبة للطحين هنا غالبا ما كتاخد ليا كأس أو كأس ونصف من الطحين، ما يعادل تقريبا 150 غرام ديال الطحين. طبيعة الحال الطحين كتضيفوه شوية بشوية، الطحين اللي كيكون مغربل أيضا سابقا. لكم يعني غتشاهدوا الخليط كيفاش كيكون، كأس ونص تقدروا كأس ونص حتى جوج كيسان على حسب نوعية الطحين. هنا خدات ليا كأس ونص ديال الطحين. قياس العنبة، كنضيف خميرة الحلويات اللي هي 14 غرام. كنخلط المكونات جيدا، كما لاحظتوا طريقة سهلة للتحضير ديالها وكتجي رائعة ممتازة جدا. كنضيف هنا القرقع اللي هو الجوز، كيبقى اختياري ممكن ما تستعملوش، الجوز كيتواتى مع الجزر. كنحتاجو المول مستطيل، خديت انا هذا الشكل، دهنته بالزبده ورشته بالطحين. ممكن تستعملوا مول دائري، انا كنستعملها غالبا في مول دائري 26 سنتيم، ايضا كدهنوه بالزبده وترشوه بالكاكاو او بالطحين لكم الاختيار. غادي ندخلوها الفرن متوسط درجه الحراره. نحضروا الكلاصاج، هنا عندنا شوكولا وشوكولا ياغورت شوكولا، غادي نذوب 100 غرام ديال الشوكولا، عاد نضيف ليها العلبه ديال الياغورت. بزاف اللي سولتوني على شوكولا غيش، بغيتو نوريكم الشكل اللي كناخذ، هو هذا اكبيل شوكولا كوفيرتير 55% كاكاو شوكولا سوداء للتغطيه، كما كتلاحظوا 100 غرام بوغ دو كاكاو، هذا نوع جيد يعني للطلق ديال الكيك. كما كتلاحظوا الكيك بعد ما طاب، هنا ذوبت الشوكولا في حمام مائي، شوكولا غيش يعني لكم الاختيار، ممكن تضيفوا الشوكولا اللي بالسكر. ضفت ليه العلبه ديال ياغورت شوكولا وكنخلط جيدا. غادي ندهن الكيك كله ولا غير الوجه لكم الاختيار، ممكن تزوقوها بالكوك، ممكن رقائق اللوز، ممكن شوكولا محكوك، لكم الاختيار. فيرميسيل شوكولا لكم حريه الاختيار. انا غادي ندهنها،
غادي ندير لها خطوط من الشوكولا بيضاء والقليل من رقائق اللوز والقرقاع، بما اني استعملت فيها القرقاع، وكنقدموها بالصحة والراحة، راه كتجي رائعة. غير توضيح بالنسبة للشوكولا، يعني انا قصدت انني نبينه في هذا الفيديو، لان بزاف اللي طلبتوني على شوكولا غيش، يعني طلبتوا مني الاسم او النوع ديال الشوكولا، هو هذاك شوكولا غيش كوفيرتير، يعني كيتستعمل في انواع ديال لاموس او الطلق ديال الكيك، ما كيتستعملش في صابلي، يعني كيكون داخل في الانواع ديال الكريمات او نستعملوه في الكيك، يعني الشوكولا الغيش يعني بمذاق ديال الكاكاو. نتمنى نكون شرحت لكم. ما تنسوش كيف ديما الى عجبكم الفيديو بارطاجيه وضع لايك وانضمام للقناة. في امان الله.